وما زلنا مشاهدينا مع حضراتكم في هذه التغطية لوقائع جلسة مجلس الأمن لبحث التداعيات بالأراضي الفلسطينية، وينضم إلينا عبر الهاتف السيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية لازلنا نتابع يعني هذا المؤتمر الصحفي لوزراء الخارجية والمجموعة العربية بشأن القضية الفلسطينية والتأكيد دائما على وقف إطلاق النار، رفع الحصار، إدخال المساعدات دون قيد أو شرط. هو طبعا الموقف العربي موقف موحد في الوقت الحالي، وده اللي احنا شفناه أيضا في قمة السلام اللي كانت معقودة في القاهرة. موقف العربي موقف موحد على ثوابت محددة. هذه الثوابت: أولا الوقف الفوري لعمليات القصف وعمليات القتال، ثانيا وجود ممرات لإدخال المساعدات ومنع الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي يحتاج في الوقت الحالي إلى المزيد من المعونات الدوائية والغذائية ومياه الشرب والوقود وغير ذلك. طبعا كل ده مقطوع عنه منذ فترة طويلة جدا. هناك معاناة شديدة جدا لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من هذا الحصار. أيضا النقطة المهمة أيضا منع التهجير أو رفض التهجير الداخلي أو الخارجي. يعني هناك ثابت واضح جدا لدى الدولة المصرية ولدى كل الدول العربية رفض التهجير بشكل أساسي. طبعا هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكده أيضا اليوم العديد من وزراء الخارجية وأيضا القادة العرب اللي كانوا متواجدين في قمة السلام في القاهرة. الكل هو رفض التهجير، لأن مع التهجير هو الانتهاء للقضية الفلسطينية. وهذا الكلام أيضا أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عندما قال لن نرحل ولن نترك الفلسطينيين أرضهم، وده ثابت أيضا من الثوابت لدى الإدارة أو الحكومة الفلسطينية منذ فترة طويلة. وطبعا النقطة المهمة الأخرى أنه هو ما ينفعش أن احنا نهدئ هذا الموضوع على حساب أو نصفي القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار لها مثل مصر والأردن، وهذا اللي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان حازما في هذا في هذه النقطة بالذات عندما قال أن لن تحل القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية أبدا. يعني إذا هناك ثوابت. الثابت الأخير هو الجلوس على مائدة المفاوضات وتحقيق السلام والمفاوضات من أجل حل الدولتين. الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين. إذا أراد العالم أن يكون هناك استقرار، إذا أراد العالم أن يكون هناك منطقة هادئة في الشرق الأوسط، عليها بحل الدولتين أن يكون هناك دولة فلسطينية على حدود 4 من يونيو 67، أن تكون عاصمتها القدس الشرقية. هو ده الحل الأساسي. إذن يجب الإنهاء الفوري لعمليات التصعيد العسكري اللي بتتم في الوقت الحالي، والجلوس على مائدة المفاوضات، والوصول إلى حل دائم لهذا القضية. طبعا احنا شايفين أن العالم كله بيتجه، أيضا قادة العالم ابتدأ وهذا اتضح طبعا في مؤتمر للمجموعة العربية بشأن القضية الفلسطينية. أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.